أيها الإخوة الكرام، يكتشف رواد الفضاء من سفينة الفضاء أن بين كل بحرين خط، هو الخط تباين لونين. هذا المنظر يثير الفضول عند علماء البحار، يتابعون هذه الظاهرة، فإذا بعد التحقيق والبحث والدرس والتجريب تبين لكل بحر ماؤه، لكل بحر كثافته، لكل بحر ملوحته، ولا يمكن أن تختلط مياه البحار مع بعضها بعضا، حتى في بعض الصور لمكان التقاء البحار كباب المندب أو كقناة السويس أو كمضيق جبل طارق أو كمضيق بنما أو كمضيق البسفور، هناك جدار بين البحرين. تفتح القرآن الكريم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟